في الخدمة، فقرة جديدة بالنشرة البريدية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تقدم خلاصة الحصول على الخدمات الحكومية من المنزل. خطوات إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة: دخول حساب مصر الرقمية من خلال رابط الموقع الرسمي، الضغط على إنشاء حساب على مصر الرقمية، إدخال البيانات المطلوبة من الرقم القومي ورقم المصنع المدون أسفل الصورة الخاصة بك واسم الوالدة، إدخال رقم الموبايل وانتظار رسالة التفعيل، ثم إدخال كود تفعيل الحساب المكون من 6 أرقام المرسل على الهاتف، تعيين كلمة مرور للحساب الخاص بك. يتم نقلك مرة أخرى إلى صفحة تسجيل الدخول لإدخال حسابك وكلمة المرور. ولبدء خطوات الحصول على الخدمة، اختر الخدمات الخاصة بي خدمات الأحوال المدنية، اضغط على أيقونة إصدار شهادة ميلاد مميكنة لأول مرة، ثم بعد ذلك اختر ابدأ الخدمة. أدخل البيانات المقررة والمتمثلة في بيانات الشهادة، ثم بيانات الاستلام، وأخيراً طريقة الدفع. يشترط أن يكون مقدم الطلب هو صاحب الشأن أو لأحد أقرباء الدرجة الأولى. في الخدمة، فقرة جديدة بالنشرة البريدية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.